كتشوفوا حاليا نقمع بطريقه همجيه، طريقه لا اله الا الله، حيل احنا يهود ماشي مسلمين، ما مشاركينش مع الناس الشهاده، نقمع بهذه الطريقه الهمجيه، كنتضربوا بحال الكلاب حاشاكم، كنتضربوا بحال الكلاب، نعامل كالكلاب حاشاكم. ايوا لا اله الا الله. وتحيه نضاليه لكافه الجماهير الاستاذيه في جميع بقاع المغرب، ولنا عوده بخطوات نضاليه اكثر جراه من اجل اسقاط هذا النظام اللي هو نظام مازال نظام التعاقد. حنا كاساتذه فرض علينا التعاقد، تجمعنا باش نديروا واحد المسيره سلميه، وجات سلميه، فاذا بنا كنا غادي متجهين نحو البرلمان، فاذا كنصطدموا بالجهاز القمعي اللي قمعنا، ولكن حنا غادي نبقاو ناضلوا ان شاء الله حتى نحيدوا هاد المهزله ديال التعاقد. وكيف ما كتشوفوا راه العديد من الحالات اللي هي مصابه، وناهيك عن الحالات الاخرى اللي داتها الامبيلونس. هذا التعاقد الذي نهجته وزاره الوصيه على التعليم، وبالتالي هذه القرارات اللي كتاخذها هي قرارات من اجل الهشاشه التعليميه، وحنا ضد الهشاشه التعليميه، نعم للجوده لا للتعاقد. حنا خدينا هذه المسيره السلميه الا اننا تعرضنا للقمع من طرف الجهاز الامني اللي هو كيسهر علينا، ولكن تعرضنا للقمع الا اننا خدينا واحد المسيره السلميه من اجل اسقاط التعاقد، وهذا من اجل الشعب، ومن اجل الشعب المغربي، ومن اجل الدوله الوطنيه، من اجل جوده التعليم. وبالتالي نحن دائما نقول لا للتعاقد، لا للتعاقد، لا للتعاقد، نعم للجوده ولجوده التعليم. وهذا لا يعقل ان الاستاذ يقرا حتى هي ويتحمل جميع المتاعب من اجل الوصول الى هدف ما في هذه الدوله. هذه الدوله لا تحترم بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لا تحترم قوانينها، ولا تحترم ايضا مجهودات الاستاذ حتى يصل الى مبتغاه. ونحن من هنا ومن هذا المنبر لا نقبل بشيء اسمه النظام الاساسي للاساتذه الذين فرض لاطر اكاديميه، ولا نقبل ايضا الا الادماج. نحن هنا من اجل حاجه واحده ومن اجل مبتغى واحد، هو الادماج في الوظيفه العموميه، لا غير من دون الادماج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.